اليوم جينا من جديد لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لأنه اليوم كان مقرر أنه يتنطق بالحكم لفائدة المتهمين. نكتب رسالة للناس اللي في هاد الحالة، بغيت نواسي القلوب والناس علينا عوالة، برجيت الخير في الناس لقيتها عايشة زعفانة، على الزربانة تلفانة حاطية غير المكانة، علاش طبيعة الإنسان تنسى تولينا صعرين. هذا المشهد تعودنا عليه في كل مرة كتكون فيها الجلسة الخاصة بعرض المتهمين في أحداث شغب الخميس الأسود. دقيقة كرمت إنسان جرحات جروح عميقة، ساعة شفنا من التلفاز ومن الإذاعة شارين الحل. أهل المتهمين ما زال كيدافعوا على وليداتهم، وأجيو نسمعوا شنو قالوا لنا اليوم. علاش أجي ندير معاك تحقيق الهوية ملي هود على أنه غيدير معاك تحقيق الهوية؟ من الثلاثة هو مشدود، مع شدة الماتش حتى السبعة هو مشدود، غندير معاك تحقيق الهوية بقاو حتى 12 الليل عاد باش داوهم المعارف. ميداوهم معارف عاد تلاقاو مع الرباطيين عاد غيفهموا بان كازا تهرسات. علاش انا خويا شنو دار؟ داير لي تناول مخدرات 17 عام كيتناول مخدر. حنا كنطالبوا بالحق، الا كان حنا ولادنا سارقين يحكموا عليهم، حنا راضين بالقضاء، حنا ماشي ضد القانون، حنا مع القانون، ولكن ولادنا ماشي كاين عندهم حتى شي ادله. حاطين لهم منشور في الشارع اللي كان فيه الضرب، زائد انه تيقرا عنده الباك، زائد انه ملي دخل الاصلاحيه كلا العصا باش يقلعوا لي الحوايج ديالو. ملي هضرنا دول الموظفين خمسه السوايع هما شاتينو، هو واقف كيقول لك هذه بلاد القانون، حنا طالبين غير حقنا، ما طالبين حتى شي حاجه، طالبين بالحق. ملي لقاو طارق يحكموا عليه، حنا ما قلنا حتى شي عيب، حنا ولاد القانون اللي دار القانون حنا لابسينها. حنا ماشي ضد المخزن، حنا معاه، ولكن ماشي ديو ولادنا مصطوبين. خويا عنده الباك 17 عام الباك يا خويا، الا خرج خرج ليها ديريكت. شنو واحد كتتامل من واحد يضيع عليه المستقبل ديالو؟ تيخرج مجرم غنتعاملو، ما كيقتلونا بولاد المستقبل الغد. اذا خرجنا لقى الشعوب المظلومه علينا كلامنا اليوم، العدل والرحمه محتاجينو في هذا الكون. ولد العم ديالي معتقل مع هاد الناس هادو ديال التري ديال الكره، هو اصلا ما جيش على اساس الكره، ذاك جاي عند اساس عند الاخ ديالو، الاخ ديالو بوليسي هنايا في كازا، على اساس انه غادي يتقدى لي عطله مدرسيه هذيك ويكان، كان على اساس غادي يتقدى لي حويجات وهذا وغادي يرجع بحالته للدار. الا به انه نضت ديك الفضاليات العاديه صدقوا اعتقلوهم بحالهم بحال دوك الدراري الاخرين اعتقلوهم. هو اصلا ما غاديش باش انه، ماشي هما اللي قبطوه، هو غادي لعندو باش انه يحتمي في وسط منهم، يعني خايف من داك الرجل من داك الدجال اللي حداه اللي محيطه به، غادي باش انه يحتمي بهم بصفتهم انهم الشرطه. الا انه صدق تعتقل في وسط من هادوك، والغريب الامر انه في ديك الوقيته ديال الوقت الى انه الوقت اللي غاديين باش انهم يسدوا على دوك المحاضر، ما غاديينش باش يسنيو على دوك الاقوال بانهم اقوى ديالهم، قال لهم اجيو تسنيو هنايا باش انكم غادي تخرجوا بحالتكم عندكم افراج. محكمه الاستئناف بالدار البيضاء تأت للمره الثالثه انها تاجل محاكمه المتهمين في احداث الشغب الى غايه 28 ماي. العائلات تلقات هذا الخبر باستياء كبير، بالاخص انهم كلهم كانوا باغيين صراح مؤقت لوليداتهم، وهذا هو الامر اللي رهن عليه دفاع الاضناء اللي طالبوا بصراح الى حين تبوت التهم الموجهه لهم.